trois utilisateurs. Pour ce faire, il lance dans l'ordre chronologique. Je m'en ai dans l'ordre chronologique. Bittertib. معناها اول كوموند لانساها هكي هي الجراند سيليكت وبعدها جراند اتسترا باهي بور سو فير اي لونس دون لورد كرونولوجيك لي روكيت اس كيو ال سويفونت جراند سيليكت اون كونترا تو يوزر 1 ركز معايا تحب تاخذ ورقه وستيلو تحب تثبت باهي جراند انسيرت وابديت اون كونترا تو يوزر 2 ويذ جراند اوبشن عاودوا راجعوا الكلام اللي قلته لكم ريتش الجراند اوبشن مع شكون استعملناه علاش جراند مش ادمين جراند على خاطر فما اون يسمى دروا اوبجي باه لو كان ما جاتش فما اون راهي ويذ ادمين اوبشن جراند اول اون كونترات يوزر 3 اتسترا اتسترا قالك ابري ليكزيكوسيون دو توت لي ريكيت سي ديسو انديكي لي دروا اتريبيي ا شاك يوتيليزاتور سور لا تابلو كونترا اون ميتون اون كروا دون لا كاس كوريسبوندونت ب نبدا باليوزر 1 وينش تحط له قطع ومقطوع قولوا لي اسم فانا وحده صحيت يا ياسين قطع ومقطوع في الاولى بزيدوا خمموا شوي ركزوا نحبكم خاطر هذا يفهم بالباهي الجراند والريفوك الليكتور علاش جراند سيليكت اعطي سيليكت اون كونترا تو يوزر 1 سيليكت هذه معناها ليكتور ينجم يقرا يوزر 1 عنده الحق في الليكتور به فماش حاجه اعطيناها لليوزر 1 باهي اليوزر 1 عنده جرانت هذه وجرانت انسيرت على اليوزر 2 و3 تبعني جرانت ديليت اون كونترا تو بابليك تعرف شو معناها جراند ديليت اون كونترات او بابليك ركزوا معي معناش نعطي تبع معناش نعطي سوبريسيون تبع بعد شفما ريفوك ديليت اون كونترا فروم يوزر 1 تتنح معناها عطاه الديليت وباتري ما صحلوش باه نمشي لليوزر 2 اليوزر 2 grant insert و update لليوزر 2 grant insert والupdate لليوزر 2 ب grant delete on contract to public معناها حتى هو عنده الحق في الديليت اللي بعد نحينا لوش الديليت خلينا هالو وما تنساش عاد هاليوزر 2 هذايا عنده grant option ركز فيها بعد ممكن تعرضنا عليها سؤال به اليوزر 3 اش عنده الحق اليوزر 3 صحيت يا ياسين سيبيا محمد تريبيا يا اكرم الور اليوزر 3 عنده grant all عنده الحق في الليكتور والانسيرسيون والموديفيكاسيون والسوبريسيون وما عملنالوش لا ريفوك لحتى شيء واضح الفكره به Ça va, Lena. Ça va. L'utilisateur user 2 se propose de lancer les requêtes présentées dans le tableau ci-dessous. Tu dis, ya khi, عنده الحق هو اليوزر 2 باش يعمل grant و باش ندير شنو هو عنده الحق اليوزر 2 ولا ادمنستراتور هو هي مادام عطيناه grant والله نسيت ما نعرفش انا باك بالضبط تقريبي باه الباكيت الاخراني نجدد 16 17 18 حاجه هيك دونك ليتيليزاتور والله ما نعرفش بالضبط شنو هو ما نعرفش باك شنو ما يقلقش الو قال لك ليتيليزاتور يز سو بروبوز دو لونسي لي ريكيت بريزونتي دون لو تابلو سي ديسو اون تونون كونت دي دروا اتريبيو او ريتيري بريسيدامون Mettre une croix devant chaque requête qui engendra un message d'erreur. Beh. L'utilisateur هذا رقم 2 اللي عنده grant option. نسألكم قبل ما نبداو نخدموا. شنو معناه الاتيليزاتور هذا عنده grant option؟ معناه ينجم يعطي لي دروا اللي يحب عليهم. لي دروا الكل عنده الحق باش يعطيهم. نو. ما يعطي كان لي دروا اللي عنده. صحيت. عنده الانسيرت والابديت
فقط يعطي كان الانسيرت والابديت لا اكثر لا اقل. قال لك جرانت ابديت اون كونترا تو يوزر ا، ينجم يعطي الابديت. علاش؟ على خاطر عنده الابديت على التابل كونتران. هو صحيح الابديت عنده على التابل كونتران لليوزر ا، هذه امورها مريقله ما تعملش ميساج ديرور به. الثانيه ما هذه سي اوكي، هذه ما فيهاش حتى مشكل. جرانت سيليكت اون كونترا تو بابليك، اون كونترا صحيح، تو بابليك صحيح. السيليكت عنده في الحق، هو ما عندوش الحق في سيليكتو، هذه تعمل ميساج ديرور. واضحه ليش تعمل ميساج ديرور ولا؟ على خاطر هو اي نابا لو دروا دو فير ان سيليكسيون، هو جوست يا عنده كان لي دروا نتاع الانسيرت ولا ابديت. اهو انسيرت ولا ابديت. به الثالثه جراند ديليت اون كونترا تو يوزر ا، جراند ديليت اون كونترا تو يوزر ا، ينجمش يعطي الديليت نو. عليه على خاطر ما عندوش ديليت، هو اين با لو دروا، عنده كان الانسيرت ولا ابديت. ما لاش نفهم مني من الاكزرسيس هذا، نفهم حاجه وهي انه ليتيليزاتور الا نعطيوه جرانت اوبشن، الجرانت راهي مربوطه بالاون على دي زوبجي على دي تابل به، وما ينجم يعطي دي دروا كان كي يبداو عنده لي دروا هذوما. ما عندوش لي دروا، اين با لو دروا باش يعطيهم. كيما نقولوا بالعربي فاقد الشيء لا يعطيه، هو ما عندوش الحق باش يعمل سيليكت يجي يعطيها لغيره. به عندي اكزرسيس اخر نحب نصلحه مش موجود في السيري، دونك السيري ال ساريت ا سو نيفو. ان بتي اكزرسيس جي في باك نحب نصلحه اللي هو هذا. الور الاولى، علاش انا الاولى يا امان الله، انا هي الاولى الغالطه. لا سافا اوكي باهي اوكي. لا اله الا الله يا سيدي. الاكزرسيس هذا جو صغيره نخدموها مع بعضنا. بون على الورد ما نجمش نكتب هنا على الورد، حتى نلقاو لها حل. اكزرسيس ما نعرفش هذا شفتوها قبل ولا على 5 بوان. قال لك سوا لا لتر لا غري دي لتر سويفونت. باهي نشوف الساعه شكون عنده سؤال ولا ملاحظه ولا رفع ايديه، خاطر مش قدامي القائمه تاع الليست معناها، فماش حد عنده سؤال. لاباس باهي. هنايا قال لك لي لتر دامو، والله ما نعرفش مانيش حافظ الباكيت شنوما، ناخذ دي زيكزرسيس و يظهر لي باك. ممكن ده باك 2015. الور قال لك سوا لاغري دي لتر سويفونت، لي لتر دي مو سون سوكسيسيف اي بوف اتر لو، اي بوف سو تروفي هوريزونتالمون، الكلمات يكونوا بالطول ولا بالعرض، هوريزونتال معناها افقيا عموديا، تو تون ني تون دو لوردر نورمال، معناها ما يبداوش مقلوم داخلين بعضهم، دو غوش ادروات والا دوهو فير لو با ولا انفيرسمون، ساشون كون ميم لتر نو بو با اتر يوتيليزي بار دو مو ديفيرون دون لو كونتكست دو باز دو دوني، تروفي لو تيرم كوريسبوندون ا شاكون دي ديسكريبسيون دو تابلو سي ديسو. باهي الاولاني ما نعرفش، خذوا ورقه واكتبوا ولا ما نعرفش كيفاش تتصرف، خاطر ما نجمش نكتب يعني على الوورد ولا نقل سافا ولا نعملوا كوبي على الدوكيمون اللي نخدموا فيه و... سافا به. الاولانيه قال لك سيت اون اوبسيون اس كيو ال بيرميتون دو ديفينير لوردر دو تري كرواسون ال ا اس سي، صح يا رشدي، ال ا اس سي اسندنت، تكتب ا اس سي وتشطبها لنا راهو. علاش؟ قال لك يبري لو، شوف الكرسور لنا يلزمك تشطبوا، ما تشطبوش راهو غلط، تشطبوا ال ا اس سي او هي ال ا اس سي ا اس سي به
اللي بعد هي مش لازم الاي سي الا تعمل 3 دي كرواسون شو اسمها ديسك دي او اس سي ديسندنت وتجي مع الاوردر باي راهي اللوجيسيال بيرميتون دو ديكرير دو موديفي هذو معليش انا وريتهم لكم تنجموا حتى يعتبروا كدي ديفينيسيون نجم تستعن بهم كدي ديفينيسيون كانك قاعد تحضر في ليستا ولا حاجه نتاع ديفينيسيون لوجيسيال بيرميتون دو ديكرير دو موديفي دانتيروجي دادمينستري اون باز دو دوني وناقصه زاده كلمه ممكن دو سيكوريزي اون باز دو دوني هو لو اس جي بي دي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني اس جي بي دي هو هي الاس جي بي دي اس جي بي دي اس جي بي لا مش هذه اهي SGBD. اللي بعد قال لك فونكسيون اغريغا عندنا خمسه فونكسيونات اغريغا نقراوهم في الباز دو دوني الفونكسيون سوم تعمل المجموع نتاع الاعداد اللي موجودين في كولون فونكسيون اف جي تعمل المجموع وتقسم على النومبر معناها تعمل لا موين المين والماكس واحده تطلع الكبير واحده تطلع الصغير والكاونت تحسب لك قديش من دونك سام اف جي كاونت مين ماكس باه دونك فونكسيون اغريغا بيرميتون دو ديتيرمين هي ال لا سوم اس او ام وين هي هاي سوم اوبيراتور بيرميتون دو فيت مسيو وي وي مسيو وي اي سي بون فوالا فوالا لوبيراتور بيرميتون دو فيلتري اون شين دو كاركتير شنو هي لوبيراتور لوبيراتور كيما الاند والاور والبيتوين و نستعملها باش نفلترو اش معناها باش نفلترو باش باش نقارنو مثلا ولا باش نختارو صحيتو الكل اللايك هذه تسمح لي باش نفلتر سي ان اوبيراتور دو فيلتراج شين دو كاركتير مثلا نقولوا احنا ادريس لايك تونس به اللي بعد مو اسوسي ا اون كونديسيون كي دو تيتر فيريفي بور شاك فالور الافي جي مازلنا ما وصلنا لهاش يا ام محمد مازلنا الافي جي مش تو المو كلي اسوسي ا اينو كونديسيون هي تشيك وقت اللي تحب تثبت اينو كونديسيون تستعمل المو كلي تشيك كي تحب تستعمل مثلا مو بار ديفو تستعمل ديفولت مو كلي اللي نستعملها نسميها كلوز زاد المو كلي اسوسي هي تشيك لونغاج ستريكتوري دو ريكيت destiné à interroger une base de données. Et le SQL. Le SQL est l'abréviation de Structured Query Language. Langage de requête qui est traduit en arabe, c'est le langage de requête structuré. Nous l'utilisons pour interroger la base. Pour interroger, pour décrire, pour remplir, pour sécuriser, nous l'utilisons pour commande SQL. Mais, on a une langage structuré qui est le langage Commande select SQL permettant d'insérer une ligne. L'akhir عاد هذه كان ما عرفتوهاش. فما اللي يخمم شنو لا لا عاد شنو هو لا في جي تعمل انسيرسيون تاو هيك يا رسول الله. Commande select SQL permettant d'insérer une ligne. تحط ligne تنسيري في التابل insert ولا صحيت insert into Fonction agrégat permettant de déterminer la moyenne arithmétique des valeurs d'une colonne numérique. Très bien, VG. VG. Bien, chose. Il faut définir le mot trouvé, il y a un nom barré. Il faut dire que c'est le mot. Mais il faut dire que c'est le mot. Il faut dire que c'est une définition. Il faut dire définition B sur le mot. Le mot qui a été fait, c'est ce qui a été fait. Un mot qui وامنه زاده مش نشطب به الكلمه اللي فضلت هي تابل اعطيني اينو ديفينيسيون دو لا تابل ديفينيسيون تاع تابل التابل شنو هي التابل هي اينو كوليكسيون والا ان انسامبل دو دوني ساع التابل هي كوليكسيون والا انسامبل دو دوني باهي كيفاش محطوطين لي دوني هذوما بطريقه منظمه دونك ستريكتوري دو دوني ستريكتوري والا اورغانيزي سو فورم دو تابلو مال التابل هي انسامبل دو تابلو ستريكتوري منظمين
qui représente, là j'aime trop l'organiser sous forme de ligne de colonne, qui représente un sujet du monde réel. C'est la barche. La table est une donnée. أما مش محطوطين بطريقة اعتباطية ولا بطريقة نمبورت كوما محطوطين بطريقة منظمة كل كولون تعني اتريبيوش معناها ميزة متاعك لسوجي كل لينيو تعني اوبجي ولا اوكيرونس دو موند ريال دونك سيت ان انسومبل دو دوني ستركتوري كي ريبريزونت ان سوجي دو موند ريال سافا فوالا هذا دونك ليكزرسيس الاخر تقريب قبل ما نكمل فماش سؤال الدرس الاخراني واضحين لي نوسيون اللي فيه الساعه ولا جاوبوني باش نعرف روحي اسكو نركز عليه ياسر في الريفيزيون والا نعمل رابيل عليه باهي اما مش ولا نعاود الكل واضح ولا معناها كي ترجع انت للفيديو هذا تفهم الجرانت والريفوك وتفهم كذا سافا به فوالا دونك بالبارتي هذه اللي قريناها اليوم تقريب شفنا لي كوموند الكل نتاع الباز دو دوني وبطبيعه الحال بعد البارتي هذه تنجم تاو نورمالمون اي سوجي دو باك تحطه قدامك وتخدم مادام نقرينا كل شيء به كان فيكم حد عنده سؤال سينو با كيستيون امنا ويا امنا حل الميكرو امنا مسيو وي انا عندي مشكله مع مش معناها الكور هذا جوست عندي كلاستك الجو باي والهافيك دوكم حتى في سيري في الكلاس ندخل فيهم بعضي يا كوردو به مالا جروب باي وهافيك واضح احنا عنا عليهم فيديو دونك حتى في القرينا قرينا عملنا سيونس ديريكت فما الجروب باي والهافينغ على كل باش يعني المره الجايه في الباز دو دوني هذوما نعمل عليهم ان بارتي هل هافينغ والجروب باي اما باش نقول لك عليهم رابيدمون شنو ما يعملوا هالجروب باي والهافينغ ساعات يقول لك طلع لي الاسم واللقب والادريس نتاع التلامذه الكل عندي كولون اسمها نو اي برينو وكولون لحظة برك خليني نوضح لك عندي كولون اسمها نو اي برينو في الباز دو دوني الافضل النو وحدها والبرينو وحدها اما نقولوا عندي كولون نو اي برينو وعندي كولون اسمها ادريس وعندي كولون اسمها موين جينيرال هذه التابلي لاف باه اش يقول لك يقول لك طلع لي لو نو اي لو برينو اي لادريس نتاع جميع التلامذه اش تكتب تكتب سيليكت سيليكت بي فيرجول ادريس فروم الف كيفاش يطلعوا هذوما لو نو اي لو برينو والادريس مثلا لو نو اي لو برينو من الاول تطلع لي امنه وين هذه تسكن في تونس باه بعتلي يطلع لي اكرم يسكن في مستير بعتلي يطلع ياسين يسكن في تونس ركز معايا من الاول عرضني واحد يسكن في تونس بعتلي المستير بعتلي تونس بعتلي جيبس بعتلي تطاوين بعتلي تونس بعتلي سيليانا بعتلي بيجا بعتلي القروان بعتلي تونس ريت كيفاش حسب لوردر متاع التابل ايش نحبني نحب ما نطلعش الاسم واللقب ولا ادريس نحب نطلع الاسم واللقب بار ادريس كيفاش تقول لي بار ادريس نقول لك مثلا طلع لي لو نو اي لو برينو بار ادريس كيما نقولوا اللي يسكنوا في تونس الكل مع بعضهم طلعهم لي مع بعضهم اش تولي تكتب تكتب سيليكت نو ان بي فيرغول ادريس فروم اليف جروب باي ادريس شي يولي يعمل يولي ينظم لك هكلا في شاجة اللي قلنا عليه بكري في عوض الله يخرج فلان تونس فلان قبلي فلان جربة فلان تطاوين فلان بنزرت فلان نابل فلان تونس فلان يولي جماعة اللي في تونس الكل يلمهم مع بعضهم والجماعة اللي في تطاوين مع بعضهم واللي في الكيف مع بعضهم واللي في اني ريتوني كيفاش نحب ندور على مناطق الجمهوريه الكل على خطر يطلع واللي واش فما جماعه يقولوا لك شبي ما يقولش علينا راني ننسى وبر على كل مالك تقول له جروب باي يولي لمهم لك باريجيون كل جماعه يتلموا مع بعض تفهمنا فيها جروب باي اش تعمل لا جوست تلمهم بار جروب ساعات يقول لك مش باريجيون ساعات يقول لك لم لي تلم ذا بار سيكسيون
اللي يقرأوا في الانفو وطلعهم الولا وبعد اللي يطلع جماعة المات بعد جماعة الليتر بعد كذا. ساعات يقول لك بار اج اللي عمره 18 طلعهم قبله اللي بعد عمرهم 19 اتسترا. به فهمنا هذه الهافينجا بلوتو الجروبايا. شنو هي الهافينج توا؟ الهافينج اذا كان صحيح انت تحب تلمهم بار ريجيون، لكنك ما تحبش تخرج تلم ذا الكل اللي في تونس جست اللي جابوا معدل سوبيريور ويجالاديس. يعني تحب انت تخرجهم بار ريجيون اللي في تونس مع بعضهم واللي في زغوان مع بعضهم واللي في سوسة مع بعضهم، تحب تخرجهم هيك، لكن مش الكل، فقط اللي معدلهم سوبيريور ويجالاديس. تزيد هافينج، تزيد هافينج، يعني الهافينج هذه انو كونديسيون تنزيد للجروب باي. واضحة تقريب حتى شوية ولا ايه؟ اهم شيء مش كيما تيك معناها نبيل كيما تيك ولا ما سمعتك؟ نقصد قلت لك كيما تشيك معناها الهافينغ كيما تقريب كيما تشيك. تشيك تثبت لك انو كونديسيون بري سوبيريور ا زيرو ولا بري كومبري اونتر كذا كذا. تنجم تقول كيما تشيك، اما تشيك ما نجموش نستعملها كيما قال عندها بلايصها نستعملوها فيها. مثلا وقت اللي نجيو نصنعوا انو كولون نستعملوا تشيك، والا نزيدوا انو كونترانت نستعملوا تشيك. فهمت؟ اما مش كيش نجيو نعملوا سيليكت، بحكم اني ما نجمش نستعمل تشيك مع السيليكت تولي تتعوض بالهافينغ. صافا كيما الوير زاد، اما ريت الوير تستعمل في مناطق معينه، التشيك تستعمل في بلايص معينه، الهافينغ تستعمل في بلايص معينه. المفيد الهافينغ تجي مع الجروب باي، والجروب باي كي تحب تلمهم بار ريجيون ولا بار جروب ولا بار كذا. والهافينغ هي اون كونديسيون باش نزيدها لهك السيليكسيون اللي عملتها انت بك، وتو نزيدو نعملوا على دي زيكزيرسيس. على كل حال عندنا احنا في لي سيونس اللي فاتوا موجوده تلقاها كانت لاوج، وهوني زدت فسرتها لك توا، وان شاء الله نزيدو نخدموا عليها. صبا عايشك، ميرسي يا توا. على كل حال احنا باش نعملوا ريفيزيون ان شاء الله. يعني طبعا نجم نحط لكم مثل نقول لك هنا ما نعرفش يعني ريفيزيون تاع مناول ولا، اما ماذا بيا كي نعملوا ريفيزيون. تعرف الريفيزيون مش حكيت، ما نحبش تكون ريفيزيون فيديو. ريفيزيون شنية هي؟ خذوا هات في الحديث، حدثني اسالني خليني نجاوبك. شنو معناها ريفيزيون؟ نجم انت يا سيدي تقعد هناك في الدار وتحل الفيديوهات ويعطيك الصحه هناك ريفيزت. اما ليش تصلح الريفيزيون انا نعملها في تقي اكاديمي باش كي من هيك امسيو؟ والله الهافينغ مش واضحه ياسر، نجم انت تلاوج على فيديو تلقاه يفسر. اما مثال اش نحكي لك عليها وانت احكي لي على مشكلتك وانا نفسرها لك. دونك خاطر فما اللي قال لي نصوروا دي فيديو نهبطوهم، لا جو فو كو لا ريفيزيون سوا انتيراكتيف، احكي معايا ونحكي معك. فهمتوا؟ وان شاء الله نبداوها. دونك هي فيها بيريود، ما تبدا احنا كيما قلت لكم انا توا هذا اللي عملناه يسمى اون ريفيزيون. وشنو رجعنا هنا؟ رجعنا الدرس الاخر. يعني انا توا مثلا شنو نعمل لكم ريفيزيون على الدرس الاخر؟ ايش باش نجيب لكم فيه الجرانت واللي ريفوك واللي كرييت يوزر؟ مش تلقى روحك هلا قريناه في الحصه هذه باش يتعاود. فهمتوا اش معناه ريفيزيون؟ معناه فما جماعه ممكن تستنى حاجه جديده من ريفيزيون. الريفيزيون رانا مش نقراو حاجه جديده، مش نقراو حوايج ديجا شفناهم قبل، مش نعاودوهم كما قال الراجل. معناهاش نعاود ونعاود 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 لين اللي مش واضح يوضح، وبالك فما فازيات نزيد نوريهم لكم. كاش تقراو سؤال كاش واضحه ولا؟ اسمه ريفيزيون، تحط فيه لي فيديو اللي باهين الكل في البروغراماسيون خاطر عنك راهو فيديو. هاك علاش، هاك علاش ما نجمش نحط لك فيديوهات في باك اسمه ريفيزيون؟ على خاطر اني بالنسبه لي الريفيزيون هي اني يلزمني نحكي معك، يلزمني نقراو مع بعضنا الريفيزيون. تقول لي فما فيديوهات مصورين وبرشا وما نعرفش، انت هنا كل فيديو عليه الاسم، كل حاجه تلقى روحك ناقص فيها. مثلا تقول لي ما نعرفش يعني في شيء ناقص، ادخل تلقى حاجه مكتوبه عليها في شيء عمل عليها طلع. فهمت كيفاش؟ والا مثلا تلقى عندك ريكورسيفيتي، انا تلقى قدامها مكتوبه ريكورسيفيتي، ركز على الحوايج اللي مش فاهمه. واحنا اون فورغانيزي لا ريفيزيون ان شاء الله من بعد باش نعاود نرجع من الفيشي للتري للريكورسيفيتي للابروكسيماسيون للزالغوريتميك، كل حاجه باش نعاودوا نرجعوا لها ان شاء الله. ولا يعطيكم الصحه، ميرسي. ان شاء الله ملا ملتقانا الجمعه الجايه باش نعملوا تيك، ظهر لي على حسب ما عندي في البلانينغ اون فاكوريجي ان سوجي دو باك، نولي نهبطوا لكم. حاولوا تخدموه السوجي دو باك بالك يكون طويل شويه، هكا علاش ممكن نقسموها على دو سيونس.
متفاهمين. عايشك مرسي، بارك الله فيك، السلام عليكم. من ان شاء الله ملتقانا لسمن بروشين، والسلام عليكم ورحمه الله. بسلامه.